فحبيت انه عن جد اشوفك طبيعي وقابلك فيس تو فيس انه سامع حكى لي بجوز توافق ما توافق بس حكيت له يعني معاه حق انه يقلق او يخاف انا جاي تقول لي ما انا مش اي حدا بامن له ولا اي حدا بطلع معه شو الواحد لازم يكون عنده شويه بتحون زياده لانه وضعنا بسمح لازم واحد يخاف الواحد يخافش بتروح عليه لازم واحد شوي عنده شويه باخذ نحن كيف كل الحياة باخذ فاهم؟ فاهم واحد بتمنى الموت والموت بالجاي فاهم؟ بس يعني واحد زورين بالحياة أما آخرت واحد بطق بفكع فاهم لحاله بس بيك دايما بس بيك الواحد أنا عارف هاي لوي ما كوره أنا أور لوي أور لوي لؤي لوي ولا مرة رحت على حفلة الكومفورت لا لا ما اول شيء عشان كلهم عرب هناك بدي اغلبك تقيم نجم داوود عشانك عادي انا عادي ما فيش عندي مشكله كلهم عرب يا اخي شو من فلسطين لا في يهود لا في يهود بيطح في يهود اني هذا حبيب القلب جدي انا جاي بالي بقوش اطلع معك اطلع هيك بس انا شوي عندي متسرعه طوف انه تعال شوف الجو شوف العرب اللي عن جد كيف عايشين هون حرام تضيع الفرصة هاي ما الأسبوع بسافر قديش تكون غاد كل الحياة تكون غاد؟ ببقدر أرجع وقت ما بدي هون أنا سألت يا زلمة يوفل باتسمو قال لا تلاقيه ولا خزو أنا شوي متبلبل فاهم مش عارف شو دعمل أتقدرش أعيش حياتي كلها هناك يا زلمة لا استعمل وفي بروش أوش لا لاخت ولا لخزور أو شو لا لاخت بخلال لك 8 سنين بتقول لي وانت مش حكيهم بس حرام انت بتضيع بوقتك بتحرق بالسنين اكثر من 10 سنين 10 سنين هون لو حكي وكل مره بمسكوك بيبعتوك على المحكمه بيت مش بات وبعدين سجن ايش ظلم هذا كراجيل اختهم اخت الحكومه تبعيتهم لا اطلع برا وعيش برا عن جد اذا بدك تسمع نصيحتي طبعا هون ما في شروط يعطوك تعيش هون זוכרת הפעם הראשונה שהגרת פה גבר בתל אביב? כן, אני זוכר. אני אהבתי אותו ונעלם. נסע לחוץ לארץ. איך קראו לו לבחור הזה אז שהיית מאוהב בו? שם פרטי? אפילו לא בא להגיד את השם שלו בכלל. קוראים לו גיא.